الفيستيفال ديال مراكش دو غيف تيبقى سيكوريزي. علاش؟ كل شيء كيتقلب في الدخله، الجمهور ولي زارتيست دخلونا من هذيك لاباراي اللي كدير تيتيت. وانا ديجا عندي مع اسطوار قديمه، اول مره ندخل المطار دافع الشاريو ديالي داخل، نزلت من هذيك لاباراي دار تيتيت، قال لي حق الصمت ديال الحديد، حيد الصمت دزت تيتيت حق المكانة ونضادر ديال الحديد، حيت المكانة حيت نضادر دزت بحال كنتي معايا تيتيت. قال لك حق الصدفة ديال الجين ديال الحديد بحال قلتي دخل معايا للوسط. قال لك حق الشوميزه فيها السلسله ديال الحديد، حيدت كل شيء الفوق وبقيت الشورت دزت بيب. رجعت للور بقيت كنشوف فيه وكيشوف فيه. قلت لي شنو بان لك دابا؟ قال لي يلا صافي دوز. قلت لي دير خدمتك، قدروا مشيو حتى لفرنسا ولقاو المشكل ليه. صافي دز دز واحد الدريه خليه دز. قلت لي ايوا يا تيتات كاملين يا واحد ما تيتات. عرفتي شفت واحد السيده في المطار قاوريه تدوي مع ولدها دار لي بيتيز، كيفاش الطريقه اللي كدوي معاه بالحركات. Il faut bien écouter ce que je te dis et ne fais pas de bêtises, sois un enfant poli. 15 يوم ديال ريبيتيسيون على قبل هاد الكلمة على قبل. كدوي معاه بالحركات، الدري تيدي درس في الحياة. حنا الوالدين عندنا ما كاين لا حركات لا والو، ما حدا تتقول لك اش قلت لك؟ اش قلت لك؟ اش قلت لك؟ عرفتي ديك اش قلت لك غدا وكتكبر تتسمع الراق. تربية ما عندناش حتى ثقافة نلعبوا مع الدراري الصغار. حنا دابا بغينا نلعبوا مع الدراري الصغير اش كنديروا؟ اما تتهزوا تتلوحوا الفوق وتشدوا في اي لحظة يقدر يضرب لك مع الارض تقول لي مرة ماشي انا، ولا تتكى بحال ما هكا تدير لي هذيك اللعبه ديال الطياره التبريش، ولا تتهز وتديها لحدا المرايه وتتبدا عليه شكون هذا؟ شكون غيكون جمال الدبوز انت؟ الدري عندهم كيطلعوا متفتحين، الدري تتوصل عنده 18 عام تيمشي عند دارهم كيقول لهم مي بارون ديزولي جو دوا كيتي لا ميزون. صافي 18 عام وصل، حنا تتلقى واحد 36 عام وباقي ساكن مع دارهم، وتي يدخل داير المرقع عاوتاني. انت ما تدخلش في يدك 10 زريعه اش بغيتي الكغاطان؟ عندنا حنا الشباب علاش ما كيخدموش؟ على حساب السيفي اللي كندفعوا. شي المغاربه حنا كاملين عندنا سيفي واحد كتبدل التصويره. واش تلقى واحد خارج من الكاتريام وكاتب ليهم اونجلي كوغون؟ فين شفتيها؟ شو دابا في بلدان اخرى ضروري كتسمع كاع البلدان سبحان الله العظيم كتسمع هذيك اللعيبه ديال واحد لاباس عليه تجوج بالخدامه، ولا وحده لاباس عليها تجوجت بالجارديني. عندنا في المغرب لا، المزاليط كيتوالدوا مع بعضياتهم واللي لاباس عليهم مع بعضياتهم، وعلى حساب الصالير ديالك على حساب المراه اللي غتاخد. عندك 40,000 في الشهر غتجوج بوحده سميتها حفيظه، كتلبس جلابه ديال النمر، كدير القرعه مع العيالات ديال الدرب وعزيزه على مداوله والخيط الابيض. أربعة آلاف درهم في الشهر كوافورة ولا فرملية، تا هي تتلبس هذاك البينوار ديال الحزام فهمتي، زايدة حاجة وحدة صابو كتقول لك راه ميديكال، عرفتي إلا مشات تحيداتو بوزليقة كاملة تموت. 7,000 درهم في الشهر، 7,000 درهم في الشهر كتاخذ وحدة سميتها فاطمة الزهراء خدامة في سونتر دابيل مسمومة مسمومة، تتسحب هذيك جوني غالبول وغوسو مودو ديالك هي اللي غتوصلك.
10,000 درهم في الشهر هنا بحال قلتي تتنتقل من القسم الهوات للقسم الاحترافي. تتولي تلعب بعيد كادر في لابونك طبيبه ولادك سميتهم الاء روها هذه اللي ولدتيهم معاه حيت كتقول لك 4 سنين الاولى ما نولدوش فيها اش غنبقاو نحضروا الكوب 22. اللي عنده 20,000 درهم في الشهر ما تيتزوج فريلانس الريح لي جدي. اجينا بعدا شكون اللي مجوج باش نحط النقاط على الحروف؟ شكون اللي هنا اللي عادي عادي؟ المهم انتوما الرجاله تفرجونا غندوي مع العيالات. الله يجازيكم بخير تهلاو في رجالتكم. راه جايه وقت كحله اشو دابا وليتي كتسمع انه ساءت توتا. ايوا الرجاله اللي معانا هنا راه رباح. شو المراه سبحان الله العظيم الا لا الراجل في بالها تيسالي العالم تتقابلو هو. عندك لي كوب اللي ناجحين في الحياه كاين الكوب الاول. كوب الاول كتعيط الراجله مع الجوج ديال الليل كتقولي الو فينك؟ كيقولها انا مع صحابي. كتقولي خذ راحتك ما كايناش معنا هنا باش نكونوا واقعيين. خذ راحتك ملي تسالي جيرانا في الدار. النوع الثاني الو فينك؟ انا مع صحابي. شكون صحابك؟ دريس دوزوا ليا. دوز لي ادريس انا قالها مع صحابك. النوع الاخر كتعيط لها تعيط لك الو فينك؟ انا مع صحابي. دير لو بارلور ودخل وخلي الطابيل دايزا. انت تبارك الله مريحه مع الائمه والفقهاء تسمع طيط طيريطيط طوطوطو. النوع الاخر الو فينك؟ انا في سباته صيفط لي لوكاليزاسيون. النوع الاخر في الشر هي اللي كتقول لك الو فينك؟ كتقول لها انا بلاصه فلان فلانيه. كتقول لك انا وراك. الاخر اشوف فريمون هادشي ديال الزواج زوين ولكن الزواج زوين في الاول. اون فوا تدخل في المعقول كيخرجوا واحد الجوج. الجوج شكون هما؟ هي اللوسه والعدوزه. اللوسه هي ديك في الاول فاش كتمشي تخطب تتبدا تقول لك كتقول للعروس ها انت الا انا جففت انت صبني ولا انا صبنت انت طيبي. تضرب سيمانه تتولي هي تتجفف هي تطيب هي تدير كل شيء. وكاين العدوزه. العدوزه بحال قلتي السطاج الاخر ديال الكفر. العدوزه الا بغات تشريها لمرت الولده شنو كدير؟ كتخلي ولدها حتى كيتم غادي طالع مع الدروش تيقرقب في السوارت تتمشي تريح في القنت ديال الصالون. كيطلع ولدها كيقولها مالك الوالي؟ قولي والو. قولي يا مال عمرت مالا؟ قلت ليها وليدي دوزي جفيفة على الصالة. قلت ليها يا وليدي دوزي جفيفة على الصالون. دوزي جفيفة على الصالون في هادي وليدي شي حاجة؟ لا. مشات وليدي جفات جات قلت لها انت يا بنيتي طلعي دوك التليمطه تصبنيهم راه الشتا جايه والشمس غادا تمشي فيها وليدي هادي شي حاجه. طلعت وليدي هذوك التليمطه تصبناتهم هبطات قلت لها انت يا بنيتي طيبي لي واحد البريريت ديال اتاي رانا فيا الحرقه فيها وليدي هادي شي حاجه. طيبت هذاك البريريت جات قلت لها انت يا بنيتي دخلي الدوش سيقيه وطيبي لراجلك الغدا راه غادي يجي خصو. قلت لي عييت قلت لها انت راه يجي راجلك نقولها لي. قلت لي و تيكون راجلي راجل عاد قوليها لي. شوف ما تضربها ما تقرب ليها.